أي. بالنسبة لموضوع الشراكة العربية الصينية، أنه الأساس بالنسبة لنا ونحن في اختتام قمة عربية، الأساس هو العمل على تطبيق كل ما أقر عربيا للدفع بعجلة التنمية المتقاسمة والشراكة العربية العربية، وبطبيعة الحال تحقيق ما سبق أن اتفق عليه من تكامل اقتصادي، بناء سوق مشتركة، فتح الحدود للتكامل الاقتصادي والاستثمار. الباقي إضافات نرحب بها ونعمل على تحضيرها أحسن التحضير لتستفيد الشعوب العربية بالتفاوت من هذه الشراكات. فهناك دول عربية إفريقية دخلت في شراكات استراتيجية مع الصين ومع غير الصين، وتأتي كل هذه الاستحقاقات الاقتصادية كأحداث نعترف بأهميتها ونعمل على إنجاحها. وأعتقد أن الخط الذي أقر هو مواصلة عملنا في سياق هذه الشراكات، مع الحرص على توازن المصالح وإقناع الشركاء على أن يهتموا أكثر وأكثر بمساهمات معتبرة في التنمية، تنمية الشعوب العربية، والحرص على تطابق في وجهات النظر والمواقف السياسية، سيما عندما يتعلق الأمر بأمور أساسية مثل الدعم القضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية، بحيث عدد من الشركاء في الخارج لهم وزنهم في المحافل الدولية ولهم دورهم، ونتمنى أن يؤيد جميعهم مثلا الطرح الفلسطيني بمنح دولة فلسطين في الأمم المتحدة الصلاحيات والمركز القانوني لكافة أو كامل العضوية لدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، وسننسق مع هؤلاء الشركاء حول المسائل الاقتصادية وكذلك المسائل السياسية المهمة في الأجندة العربية.